السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل سلم بس مختلف شوية، يكون على هيئة إن درجة مثلث، تمام؟ فخليني نرسم درجة عادي ستير اهوت، تمام، بالشكل دوت، وخلينا نقول له أوكي ونلغي الجزء دوت ونلغي الجزء دوت، تمام، وهحط هنا بس إيه وول الناحية دي. موف من هنا لهنا واقول له كوبي من هنا لهنا بالشكل دوت. وبعد كده هبدأ ارسم الستير اللي انا عايزها، فهاجي هنا من الكومبوننت واقول له موديل امبليس واختار ستير بالشكل دوت، وهبدأ اقول له ان انا عايز ارسم اكستروشن، وهبدأ احدد الاكستروشن بتاعي السلمة بتاعتي من هنا لهنا 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 بالشكل دوت.